انا عاوزه اقول لكم على حاجه. الستات اللي بيشوفونا، انتوا خايفين من المجتمع ليه؟ في فنانين كتير قوي حياتهم مستقره، نماذج قدروا ان هم يتحدوا المجتمع ويتجوزوا رجاله اصغر منهم. منهم الفنانه الجميله اللي انا بحبها جدا، هي وزوجها الست الجدعه المصريه مي كساب واوكا. خلينا ننزل صورتهم، حياتهم جميلة ما شاء الله، وبقالهم سنين متجوزين. مي اتهاجمت في بداية جوازها كتير جدا، لكن قدرت تبين لكل الناس ان الكلام اللي انتوا قلتوه طلع كلام فاضي. يا رب يا رب يا رب تفضل حياتهم حلوة. معانا كمان نماذج تانية لستات قدروا ان هم يتحدوا المجتمع، ستات كده اقوياء. ومعانا صورة مين تاني؟ نزلولي كده يا شباب الصور. وعلى فكرة مي أكبر من أوكا بعشر سنين. الفنانة الجميلة أنغام وزوجها أكبر منه بكام سنة؟ الموزع أحمد إبراهيم 11 سنة، يعني زي الرسالة بالظبط. وقصة حبهم يعني مغرقة السوشيال ميديا، فبرضو يعني ما شاء الله مش عاوزين نحسدهم لحسن يحصل ما بينهم حاجة، بس ما شاء الله يعني هو بيتكلم عليها بحب فظيع. يعني انتي مش لوحدك. خلونا نشوف صورة تانية. وفاء الكيلاني أكبر من زوجها بكام سنة؟ الفنان الجميل تايم الحسن أكبر منه بكام سنة؟ 4 سنين. أنا أول مرة أعرف المعلومة دي، دي بالنسبة لي حاجة جديدة. وقصة حب فظيعة الناس كلها بتتكلم عنها. ايه تاني؟ الفنانة حنان مطاوع وزوجها هي أكبر منه بكام سنة؟ ممكن تقوليه في الإربيس يا جماعة؟ ليه يا سلمى؟ أكبر منه بكام سنة؟ 4 سنين برضو. طيب يعني كل ستة بتشوفنا أنتي مش لوحدك. الفنانة سمية الخشاب وأحمد سعد، بس دي جوازة، يعني الجوازة ظهر للأسف مش هنقول فاشلة، بس يعني ما كانش فيه نصيب ما بينهم. أكبر منه ب 15 سنة.